مش عارف انزل اشرب كوبايه قهوه على القهوه. كنت بنزل على القهوه اشرب قهوه ليمون، ده انا كنت بغير حجر مش بغير ولعه، بعمل كده عارف ان انا غير حجر. كنت في القهوه معلم برستيجي من برستيجي المعلم بتاع القهوه. الراجل ده انا لسه جايب كارت فك، كارت فك محمود باقه العميل المميز، كان يخش يجيب لي الكرسي الجلد الاحمر اقعد. انا كنت بهويه قوي يالا في نفسي، انا الخيمه ضيعتني، رايح اجيب كفر صابونه اونلاين. تخيل كفر صابونه النهارده 15 هقبض يوم 25، 10 ايام مالت فاضي. طب ايه وانا راجع مش جعان، قعد اجيب كرباية، قعد اجيب ميجا، اقول لنفسي تحرمش نفسك من حاجه يا عم النهارده وبس. بجملت كلمه بجملت سوحتني. انا والعيال بتكلمني بتقول لي تعالى ننزل نخرج، بقول لهم اصل مودي مش حلو، وانا بقالي 5 ايام بنزل اتمشى بنزل اتمشى حوالين العماره، معيش فلوس منك لله، بيبقى عندي اكل في الاوضه قد كده واكل في الثلاجه. تقول لي ما تيجي نبعت نجيب اوردر مش عارف ايه. اوردر ايه؟ ما انا عندي اكل، ما طفحتوش ليه؟ انا ما طفحتش الاكل اللي عندي ليه وجبت معاك اوردر؟ كل شويه اقول ايه؟ مش هغلط نفس الغلطه اللي غلطتها الشهر اللي فات، ارجع اقول يا عم بجملت دلع نفسك، ده يوم دي ساعه دي نص ساعه ربع ساعه 10 ايام مالت مش فلوس